يقوم بحماية مستشفى أبا صهيب، هو الذي يقوم بالجرحى بأخواننا وعلاج أخواننا، ومتوفر بكامل العلاجات. ماذا تقول للشباب في الحماية؟ وننصح كل الشباب بالتوجه معنا للدفاع عن بلادهم، نحافظ على أي طلقة رصاص في الهواء، يعني لأننا بحاجة هذه الطلقة، نريد أن نستهدف بها هدف الطلقة. طيب الأخير الكريم المساعد فهد منصور الأم محمد الأم من أبناء الغلوعة، نقول للشباب اللجنة الشعبية بمحافظة المعلة غلوعة عدن خور مكسر، يحافظون على بلادهم. ماذا تقول للمقاومين في الجبهة؟ الله الشباب الذين يحاربون في الجبهة، نقول الله يعني ينصرهم الله إن شاء الله، يعني ربه معهم وأن يصمتهم مكانهم، والله معهم إن شاء الله. صبري عبد الحافظ الصبيحي من أبناء منطقة باصهيب من إحدى اللجان الشعبية المحافظين على ممتلكات المستشفياء، ونقوم بإسعاف الجرحى إلى داخل المستشفى والمعاونة مع أبناء المستشفى، ونقول لأخواننا في الجبهات المقاومة الله ينصركم واثبتوا، ونحن معاكم أبناء اللجان الشعبية، يثبتوا أصحاب اللجان الشعبية، والله معكم والله ينصركم ونحن معاكم إن شاء الله بأرواحنا. ماذا تقول للسيد الحوذي زعيم عصابة أنصار الشيطان؟ أن يرحل من مناطق الجنوب، لأن الجنوب لن يقدر يسيطر عليها بتاتا على أرض الجنوب، لأن أرض أبناء الجنوب شرفاء، وسيحررون أرضهم وسيقاتلون عن وطنهم وسيدافعون بدمائهم وأرواحهم من أجل بلدهم. طيب ما تقول للقيادة السياسية ممثلة بعبد الرب منصور هادي وقيادة المملكة العربية السعودية التي تقود عاصفة كبيرة قتل هؤلاء؟ نقول لهم إن نشكرهم على ما قاموا به، ونشكر دول الخليج على التعاون معنا وتقديم لنا الدعم المادي والمعنوي، وتقديم لنا الذخائر والأسلحة والمعدات الطبية إن شاء الله، الذي يواصله اليوم إن شاء الله إلى مستشفى باصهيب إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا تقول أيضا للإخوة الذين يساندون المحافظات الجنوبية في مأرب، في البيضاء، في تعز؟ نقول لهم أنهم يصمدوا ويناصرون، وأن يأتوا إلينا لمواجهتنا في عدن والمقاتلة معنا في محافظة عدن، لأنها منطقة استراتيجية مهمة جدا في هذه المنطقة. منطقة عدن هي المنطقة الاستراتيجية والتاريخية العريقة التي يشهد لها التاريخ. في هذا المستشفى العظيم، مستشفى باصهيب العسكري، والذي يستقبل كما قلنا الشهداء والجرحى، في هذا المستشفى التاريخي الذي أسس في القرن الماضي على يد الاستعمار البريطاني، مستشفى باصهيب العسكري الذي يعرفه كل صغير وكبير في عدن وفي خارجها، في هذا المستشفى الذي أعيد تأهيله ويتم استقبال الجرحى والمصابين فيه، وفي هذا المستشفى الذي حاول المخلوع علي صالح وعصابته تحويله إلى فندق وهو إلى منتزه سياحي كما يعرف القاسي والداني، والذي وقفوا له أبناء الجنوب بالمرصاد أثناء محاولته تلك، في هذا المستشفى يسرنا أن نلتقي مع مجموعة أيضا من الكوادر الصحية التي انضمت حديثا إلى المستشفى للمساعدة في إغاثة الجرحى. الاسم الكريم؟ أكرم أحمد عبد ربه. من فين لقيت؟ من تواي غريب المنطقة هذه. أيوه. أجانا تلبية النداء حسب ما طلع في التلفزيون، طبعا نحن طلاب أمين ناشر، أجانا نساعد ونجاهد بعلمنا لنقص الأطباء والمرضين في المستشفيات، وأطلب من الأخوة الطلبة الزملاء في جميع المرافق الصحية في المعاهد في كلية الطب التوجه إلى المستشفيات والقوم بدورهم. أنا أحد عمال مستشفى باصهيب خريج أمين الناشر، أطلب من جميع الأخوة في جميع التخصصات من يعني ممرضين أو أطباء جراحة أو أصحاب الأشعة أو من عند أطباء تخدير، عليهم التوجه إلى مستشفى باصهيب لمساعدة إخوانهم في إنقاذ الجرحى الذين يصدون في المعارك. حسن عبد الله محمد. ماذا تقول يا حسن؟ والله حقيقة أقول إنه المستشفى هذا بحاجة إلى كوادر، وبحاجة إلى علاجات، وبحاجة إلى أشياء كثيرة ننقصها، بحاجة إن نقوم بعلاج الجرحى المصابين الذين يجون من الجبهات. أضافة إلى ذلك أنا أشهد كل القوى السياسية أن تساعدنا وأن تدعمنا في كل الأشياء اللي نعاني منها. كأضافة إلى ذلك أنه لا توجد حراسات على المستشفى إلا أبناء الحافة وأبناء المنطقة اللي يسكنون بجانب المستشفى. أضافة إلى ذلك
ان كل هؤلاء غير عسكريين وناس مدنيين، لان الشرطة العسكرية حقيقة اتخلوا عن المستشفى وهربوا من داخل المستشفى. مستشفى صهيب قدم تضحيات كثيرة واخرها العملية الارهابية التي تمت في الشيخ وذهب وحيتها كثير من الافراد هذا المستشفى. انتم الان تواصلون هذا العطاء وتواصلون هذا البذل، ما هي الكلمة التي تقولها لوسائل الإعلام المعادية التي تقول أن عدن عن بكرة أبيها استسلمت لهم؟ هذا كله كذب، وعدن لا زالت صامدة بأبنائها، وإن شاء الله بإذن الله أن النصر قريب. وأضافة إلى ذلك أنه نطالب من القوات المسلحة أن تساند أخواننا المجاهدين الذين يضحون بأرواحهم داخل الشوارع وصامدين أمام الجبهات. وأتمنى من الله عز وجل أن يناشدهم الله وأن يساعدهم وأن يكون النصر حليفهم. طيب ماذا تقول لقيادة المملكة العربية السعودية ودول التحالف التي تضرب هؤلاء بالطائرات ليلا ونهارا؟ أنا مع عاصفة الحزم، وأتمنى من الله أن يساعدهم الله وأن ينتصروا على علي عبد الله والحوثيين. وأشكر الملك سلمان وأشكر كل الذين وقفوا إلى جانبنا وأشكر دول الخليج كافة. مراد محمد برهان هاروس. محمد برهان هاروس. الإصابة فين يا مراد؟ باليد. أيوه. دخلت البطن. طيب ماذا تقول للشباب المقاومين في الجبهة؟ الله يثبتهم. وماذا تقول للمسؤولين عن المقاومة في الجنوب؟ الآن الشباب. ما هي الخدمات المقدمة هنا المستشفى؟ أنا حسب مقاوماتهم. ما صرت كله. الإخوة المشاهدين الأكارم، كما تلاحظون في هذه الصور مجموعة من الجرحى الذين استقبلهم مستشفى باصهيب العسكري. البعض أصيب في الدكة في جبل حديد، والبعض أصيب في معاشيق في عدن، والبعض أصيب في العريش في خرمكسر. رصاصات وقناصات ميليشيات الحوثي لم تفرق بين صغير أو كبير. رأينا عدد من الحالات والجرحى، ومستشفى باصهيب العسكري أيضا ينبه الأخوة في المقاومة في كافة الجبهات لأنه على استعداد لاستقبال أي حالات تصل إليه في أي وقت وفي أي ساعة من اليوم، وأن جميع الأطباء والكوادر متواجدون هنا لاستقبال الحالات الحرجة وإجراء العمليات الخطيرة. معنا هنا المصاب محمد صالح عبد الله. من بين جبل حديد. أيوة بس من بين أنت؟ ها؟ من البيضاء. من البيضاء. ماذا تقول للإخوة المقاومين في البيضاء وفي لودر؟ والله أقول لهم يشدوا حيلهم ويزروا ويتكتفوا وانتبهوا للقناصين ويتجمعوا في كل مجمع. أنا جيت من رصاصة هنا عند البيت. ماذا تقول لعصابات الحوثي؟ الله الأمر لله، الله يكفي شرهم. وماذا تقول لعاصفة تحالف الحزم القيادة السعودية وغيرها والقيادة اليمنية؟ الله ينصرهم. الله ينصرهم وينصرهم إن شاء الله. طيب رسالة لأهلك وأصحابك. بخير بخير الحمد لله. بخير إن شاء الله اللي بخير. أحيي كل أحييهم معي كل شيء الحمد لله على كل حال. في أي منطقة في البيضاء؟ أنا في الزهر. هذا الحميقان. الحميقان في الزاهر. طبعا هناك مقاومة عنيفة للحوارية. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا ان شاء الله. نحن في مستشفى باصهيب العسكري نناشد الأخوة في الجمعيات الخيرية. تمام ولا لا؟ تقديم بعض العلاجات. تمام ولا لا؟ لأنه العلاجات زي المضادات الحيوية وبعض العلاجات والأكسجين غير كافي في مستشفى. لهذا نناشدهم. تمام؟ يعني بتقديم بعض المساعدة لنا حتى نتمكن تمام من تقديم المساعدة للجرحى تمام الذين واقفين في الجبهات. لهذا تمام ولا لا؟ وعلى جميع الممرضين والجراحين الذين جلوس في البيوت عليهم التوجه إلى مستشفى باصهيب لتقديم العون لنا كمان بمساعدة الجراحين الذين موجودين والأطباء الباطنيين. تمام ولا لا؟ يوجد لدينا عدد من الجراحين الذين موجودين من بداية المعركة إلى الآن، ومن ضمنهم الدكتور توفيق، الدكتور جعبل، الدكتور الخضر، الدكتور محمد محسين، الدكتور عبدو ماطر، الدكتور خالد العمودي الذي يقوم بالواجب. تمام. وبعض الأطباء في المعلة الذين ساهموا، من ضمنهم الثنتين الجراحات، نشكرهم شكر جزير، والطاقم الذي في المعلة. لذا نناشد جمعية الخيرية وبعض الرجال الذين يقدرون بتقديم بعض الإسعافات الأولية والأدوية المتراكمة يعني عندهم يعني في الجمعيات الخيرية.
لهذا تمام ولا لا؟ ايوه اللجان ماذا عن اللجان الذي تحمين المستشفى في بصراحة اللجان والأخوان الذي موجودين في داخل مستشفى باصهيب وجيراننا ومن ضمنهم عياننا هنا في جوانبنا في هذا يقوموا بحماية المستشفى تمام ولا لا، وتقديم يعني حتى المساعدة للجرحى بنقلهم إلى الأشعة وعودتهم وسابوا المتبرعين طبعا جزاهم الله ألف خير بتقديم الدم. هكذا المجتمع عندما يتضافر جهود المجتمع ويكون سكان كل منطقة هم الحراس وهم المسعفون وهم القائمون على شؤون الأمن في المستشفى وغيره من مداخل المستشفى ومن حمايته من أي